مشاهدي انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد دابا نيت باحدى الشواطئ بضواحي ضرب عزة، هو شاطئ عيل قديد. غندخلوا غنسولوا الناس على سماو عيل قديد، هو شاطئ غير محروس. الا بغيتوا تعرفوا علاش اجوا معنا. اخ بخير؟ الحمد لله كلشي بخير. مبحر ليا مع راسات؟ الحمد لله ديما مبحر. دريتي شويه؟ دراني. ثاني كتدخل شويه لداخل كتمشي تلا سبار ماس وكترجع شويه. الحمد لله شويه. قول لي هذا البحر على السما وعين قديد؟ اخويا ما على ما حسبت، قالوا لي الناس كانوا كيجيو هنايا وكانوا شي واحد معرض ضربوه بعينه على هذاك الشيء على السما. بقديده على هذاك الشيء على السما عين قديد. كون ضربوه بشي بطانه كون سماو عين بطانه. كيف كيجيك هذا البحر من ناحيه التنظيم؟ اخويا التنظيم والو ما كاينين لا 12 لا والو. هذيك السيمانه اللي فاتت واحد الدريه غرقات ومشيت جبتها انا اللي دخلت مشيت جبتها. انت اللي جبتي الدريه؟ انا اللي جبت الدريه. وهذا الشيء اللي كنطالبوا من هذه الحكومه دير لنا شي حل في هذا عين قديد، راه ما كاين لا 12 لا والو. نتمنوا الرساله توصل. تحياتي. السلام ورحمه الله وبركاته. اخ جيت تبحر ليا؟ جيت نتبحر اخويا ونتبرد مع راسات. الصيف هذا ضروري الانسان ما يتبرد. قول لي هذا البحر على سماو عيل قديد؟ وعلى ما يحكى اخويا واحد السيد كان غادي يضربوه بقديده لعينه من تما تسمات عيل قديد. ضربوه بقديده؟ وياه. كون ضربوه بكرداز كون سماو عيل الكرداز. ضروري. كي كيبان لك هذا البحر هذا؟ اخويا هذا البحر هذا غير محروس، ما فيش 100 ناجورات اخويا. الناس هذو كيزيدوا في المواد الغذائيه، كيزيدوا في كل شيء، وال 100 ناجورات ما بغاوش يزيدوا فيهم هنا. يعني ما بغاوش يجيبوا 100 ناجورات؟ ما بغاوش اخويا يجيبوا 100 ناجورات، كاع ما كاينين، كاع الناس كيتبحروا كاع. وشحال من واحد كيغرق، ودابا شحال من واحد غارق باقي كاع ما لقاوه كاع. جاي تبرد ليا؟ وضروري، الاجواء الصيف راه ديما كنجيو نتبردوا. قول لي مرحبا، على سماو عيل القديد؟ لان الناس في قديم الزمان كانوا يجيبوا القديد ديالهم وكينشروه هنايا، ومن تما وهي تبقى عين قديد حتى دابا لحد الان. ولا سميتو عيل القديد؟ عين قديد. كون جابوا الكرداس كون سماو عيل الكرداس. وضروري. وكي كيبان لك هذا البحر هذا؟ البحر دابا لحد الان ما كاين لا حراسه لا حتى حاجه، وكاين خطر على الدراري بزاف. خاصه 100 ناجور ضروري من في هذا البحر العين قديد، لانه شعبي وكتعتبر مدينه الرحمه، الناس كيهودوا له كيلقى استقبال بزاف، ضروري خاص الحراسه. هذا الشيء اللي كاين. قول لي اخويا علاش هذا البحر سموه عين قديد؟ قال لك اخويا شي واحد كان دايز ضربوه بقديده لعينه سموه عين قديد. هذا الشيء اللي كاين اخويا. ضربوه لعينه ويسموه عين قديد. هذا الشيء اللي كاين اخويا. وكي كيبان لك هذا البحر هذا من ناحيه التنظيم؟ اخويا هذا البحر ما منظم والو، عشوائي شي بان لي هذا البحر هنا، ما فيه لا 100 ناجورات لا والو. وهذاك العام اخويا غرق واحد الدري باقي لحد الان ما جبدوه ما والو. هما تيزيدوا في ليسانس، تيزيدوا في مازوت، تيزيدوا في مواد، تيزيدوا في شحال من حاجه. هما تيزيدوا حنا 100 ناجورات، شاد تدور اخويا الكاميرا ما كاينش 100 ناجور ما كاينش. الناس تيعوموا وتيعوموا وتيعوموا عشوائي. يعني بنادم جاي مريسكين. انا عندي بنيه اخويا صغيره قد كبرت ولا عندها 3 سنين نجيبها هنايا، حيت انا ساكنه في منطقه هنا في الرحمه، نجيبها هنايا تعوم تمشي ليا. شكون غيعتق لي انا بنتي؟ شكون غيعرف؟ دابا قعدوا لك يعوموا لنا مريسكين. اخويا مريسكين، واش كاين شي 100 ناجور؟ دور الكاميرا، لا كان شي 100 ناجور مرحبا اخويا. حنا نحضروا راسنا، نقول لك سمح لينا. كنتمنى هذه الرساله توصل.